سيد حيدر وهو متجه من الحلة إلى كربلاء يقول قصيدة في كل حول، حوليات سيد حيدر ما يعرف فيها أحد. يقول أنا تأخرت لإصباغ الوضوء وراكب على فرسي، وإذا يستقبلني سيد جليل القدر نوراني، أخذ زمام الفرس سلم علي، قال يا سيد حيدر أسمعني قصيدتك العينية. يقول أنا بعد ما سألته ما الذي عرفك، صرت أقرأ له، الله يا حامي الشريعة. يقول أحرك يدي أمامه هكذا، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. إلى أن وصلت قلت سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع. أترى فجيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريع، ورضيعه، يقول قلت ورضيعه، ارتفع بكاء السيد، ارتفع بكاء، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. قال يا سيد حيدر ادعو لنا بالفرج، ادعو لنا بالفرج. يقول وغاب عني فعلمت أنه صاحب العصر والزمان.